مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من هي الشو عبر اس بي اي وصفحه بيروت سيتي على الفيسبوك. بوقت لبنان كان غرقان بالمشكل الدبلوماسي من وراء تصريحات جورج ارداحي، كان نجيب مئاتي عم يحضر قمه المناخ على اساس نحن بلبنان الاولويه عندنا هي حاليا للمناخ والطقس. ما معنا ناكل، ما معنا نشرب، ما معنا نجيب دواء، بس اكيد اهم شيء بالنسبه للبنانيين اليوم الاحتباس الحراري. وألقى الرئيس نجيب مئاتي كلمة لبنان اللي كل الدول كانوا ناطرينها كأحد أهم دول القرار. Particularly in relation to green economic growth as well as mainstream the concept of green economy, a greener transition in Lebanon, a green and circular economy, a decoupling of economic growth and greenhouse gas emissions. That the future of humanity lies in green solutions. دولة الرئيس، اي جرين ايكونومي؟ لك اي جرين سوليوشنز؟ نحن الجرين الوحيد اللي بخلصنا حاليا هو الدودو الدولار، وكل حديث عن اخضر تاني ما بفيد. مفهوم الرساله وي وونت ا جرين ايكونومي. الدولار شو لونه؟ اخضر. بده اقتصاد اخضر المئاتي. هلا بعد كل هيدا الشيء لوين كاولويتنا؟ هلا بدنا نحكي عن تاثير الاحتباس الحراري على لبنان. temperatures will increase leading to long period of drought and substantial reduction of snow cover. Sea levels will gradually rise, expected to cause massive damage to coastal infrastructure and associated economic losses. دولة الرئيس، نحن شو رح يأثر فينا ارتفاع حرارة الكرة الأرضية؟ نحن صار عنا ثالث أكبر انفجار بالعالم، نحن اللي عايشين بجهنم، شوية حرارة زيادة شو بتأثر فينا؟ لك حتى ارتفاع منسوب المياه شو بيأثر فينا؟ نحن أول نقطة شتاء عنا بيرتفع منسوب الأوتوسترادات وكل البلد بيغرق. هيدا سيناريو نهاية العالم اللي عم يحكوا عنه بقمة المناخ، نحن خلصناه من زمان، نحن كل يوم بنعمل له ريهرسل. نحن شو هيدا احتباس حراري ما احتباس حراري؟ بعدين شو هيدا ما فهمت كلمة رئيس وزراء أو تيزر لشي مسلسل جديد على نتفليكس؟ شو بتقول لهم؟ قول لهم وينتر از كامينج وخلصنا. نحن عنا هول الاشياء عاديه. بعدين على فكره كثير اللي بقى لك تحكي بالقمه المناخيه وبالهموم البيئيه تماما باللحظه ذاتها اللي البلد عم يرجع يغرق فيه حرفيا بالزباله. هلا يمكن انت طولك مساعدك انه ما عم بتشم شو عم بيصير على ارض الواقع. خلص دارين شاهين السياسي اللبنانيه نشره الطقس تبعه بمؤتمر المناخ ورجع للبنان لارض الواقع لبلده الام ليكفي معالجه التخبيصه اللي غرقنا فيها الارداحه. جاي يعالج تخبيص الارداحه واذ به بيتفاجئ بتسريبات جديده اخرى وافك رقبه لوزير الخارجيه عبد الله بو حبيب. خلاص خيي فرطوه هو لبنان، هذا فرطوه اسمه اصلا لبنان. اثنين عطوه لبن لكل واحد بيمشي الحال. قال شو؟ قال هلا الحكومه مش عم تجتمع لانه مختلفين على مساله اقاله الزميل السابق الوزير الحالي جورج ارداحي من الحكومه. والله اللي بيسمعكم بفكر ان الحكومه اصلا قبل قصه ارداحي كانت عم تجتمع. ما هي كانت ما عم تجتمع من وراء قصه البطار، وما قبل قصه البطار كان عنا قصه تكليف سعد الحريري، وما قبل قصه تكليف سعد الحريري كان عنا قصه شو اسمه اديب مصطفى اديب. ما نحن صلنا فتره لا في حكومه ولا واذا في حكومه ما بتجتمع الحكومه. وقبل مصطفى أديب كان في مشكلة حسان دياب والمشط. إجا على لبنان وسمع تسريبات عبد الله أبو حبيب. بدكم نبلش نشوف تسريب ورا تسريب؟ هيدا أول تسريب. الداعم الأكبر اللي كان بالقروض أو الهبات هي الاتحاد الأوروبي. عطول كان الاتحاد الأوروبي. والبنك الدولي دول الخليج خاصة المملكة عطت مصاري كتير بس مش تدور للدولة. مش تدور للدولة أبدا. عطت مصاري كتير مش شوي. عطت مصاري عم بحكيك أنا كلبناني وأنتوا لبنانيين. عم بحكي عطوا بالانتخابات. شو خاصة الدولة فيها أنا؟ اول تسريب بيثبت انه الوزير ابو حبيب دعم بشكل واضح زميله الارداحي. قال الدوله مش طالع لها اصلا مساعدات من السعوديه، المساعدات كلها من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي. هلا ما راح فوت بقصه مين بيعطي مساعدات اكثر، بس انتم مش لازم تستحوا انه عم بتقارنوا مين بيعطيكم مساعدات اكثر، يعني قصدي انه مين بشحتكم اكثر لانكم دوله فاشله. مش مستحيين انه هلكتوا بتخبيصكم اللبنانيه اللي عم يشتغلوا جوا وهلا اللي عم يشتغلوا برا.
لأنه هول اللي عم يشتغلوا برا مش مثلكم عايشين على المساعدات، راحوا يأمنوا مستقبلهم بكرامة بالسعودية بالخليج بكل دول العالم بكندا بأستراليا. ما أنتوا لو عرفتوا تعملوا دولة مثل الخلق كانوا كلهم هون منهم برا. طب وشو بالنسبة لتسريب موضوع الكابتاجون للسعودية؟ صارت قضية كابتاجون شيك؟ عملنا طبعا. أول شيء إذا ما في سوق عندك أنا ما برسل لك، عندك سوق أنت بكمل هاي الأمريكان والمكسيكان شو هي؟ ما عندنا اثنيناتهم بيظبطوها، مش واحد منهم بيظبطها، ما فيك تظبطها. أو دغري بنهدد وبنعمل ما بدها علاج. نظرية رائعة معالي الوزير، معالي الوزير عبد الله أبو حبيب، نظرية رائعة. لو ما في سوق بالسعودية ما كان في تهريب. الله الله، يعني إذا ما في طلب من عندك ما في تهريب كابتاجون من عندي. مظبوط، هيدا هو المنطق، لأنه هو أصلا تاجر كابتاجون كان تاجر شمندر سكري، وفجأة إجا زبون كابتاجون من السعودية لأنه في سوق هنيك، وفجأة تغيرت حياته وركض جاب كتاب تعلم كيف تصبح تاجر ومهرب كابتاجون في 5 ساعات من دون معلم، وبلش التهريب فروم سكراتش. يعني ما فهمت أنتوا، يعني أنتوا لتوقفوا تهريب الكابتاجون من لبنان هدفكم ما يعود في زبونات؟ إنه إذا ما في زبونات توقفوا تهريب؟ ما فهمت. فهيك انه التاجر ما بقعد عنده ولا زبون بوقف تجارة المخدرات؟ انتو فاهمين مكافحة التهريب بالقلب؟ بس ما فهمت، بس بفهم انه هدول التسريبين انه الوزير عبد الله ابو حبيب متماهي مع حزب الله تماما بموقفه. لا لا، كانوا بوقت من الاوقات داعسين فرمات علينا ايام ايام ترامب. داعسين شوي ترامب وبومبيو انه انتم بتخلصوا من حزب الله. يا اخي كيف بنخلص من حزب الله؟ مره بتعرف شو بقول له يا اخي؟ اذا انتم تبعتوا 100,000 مريض وبتخلصونا من حزب الله بدكم تحتفلوا الشامبين علينا. طيب شو بدي اقول له؟ انا فيني اخلص من حزب الله. ايوه داب التلج وبين المرج. وان بيك شامبين فور عبد الله ابو حبيب، تو بيك شامبين على هالجواب. الله الله الله، شو بتقلون؟ بتقلون للأمريكان بعتوا 100,000 مارينز وإذا خلصتوا من حزب الله الشامبين علينا؟ يلا منيح إنه هذه الدردشة كانت خاصة ومش علنية. لو علنية كان اختربت الدنيا. ومنيح إنه قلت لهم مش للنشر. لو ما قلت لهم إنه مش للنشر كانوا نشروها. وزير الخارجية المحسوب على الرئيس ميشيل عون، اللي محسوب على التيار الوطني الحر اللي عمل تفاهم ما نبقايل مع حزب الله، بيقلون للأمريكان بعتوا 100,000 عنصر مارينز لتخلصوا من الحزب والشامبين علينا. لحظة 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 لحظة، هو الحزب ما لازم يفهم غلط. هو كان قصده انه نحن ما فينا نتخلى عن حليفنا بالوطن ادمنه قوي، يعني بدكم 100,000 عسكري لتشيلوه. هلا اذا ضبطت معكم وشلتوه ضيافي علينا، عرفتوا كيف؟ كيف ما برمنا لك اياها رئيس ما بتزبط. بس اخر شيء انت يا ابو حبيب شكلك جاي جديد على الكلب واصبت بمرض العونية المزمن، التناقض، الشيء وعكسه. نتفاهم مع حزب الله على قاعدة الإيد اللي ما فيك عليها دي عليها بالكسر. وإذا الأمريكان هزموا حزب الله مفتح شامبين ونتفاهم مع الأمريكان، يعني كيف ما تيجي بعينه تيجي في عينه. التناقض ثم التناقض ثم التناقض. بدنا الإسلام وبدنا التقسيم بفرد حزب. عم بمزح؟ لا ما عم بمزح. التيار هيك بيكره شغلتين، الطائفية والإسلام. هاي شوفوا مثلا رندا لجبور بتكره الطائفية. مش معناتها اذا نزلوا تظاهروا على الطيونة او على العدلية نحن بدنا نستهدفهم والله، لانه هيدي المنطقة ممنوع يقربوا عليها. لا، هذا يعني نحن عم ندعي شو للتقسيم؟ هيدا هو المطلوب، انه نقسم المناطق ونقول انت لك حق تتظاهر هون وانت لك حق تتظاهر هون. لا ولا هو رندا لا معك حق. شو عم بدنا نحكي تقسيم؟ لا، شو هيدي منطقتك ومنطقة الجماعة؟ ما بدهم تقسيم، بدهم الكل يعيشوا مع بعضهم. رندا لا بتكره الطائفية، ناجي حايك بكره الإسلام. وللشباب يلي بيقولوا لي إنه أنت من مدرسة العماد عون وبتحكي عن الفيدرالية وهيدا مش فكر العماد عون، وفكر العماد عون توحيدي. إيه فكر العماد عون توحيدي، اللي هي الفيدرالية تقسيمية مش تقسيمية. هو بعظمة لسانه ويحول فيديو موجود على صفحي بيقول نعم الفيدرالية هي حل. مش هو اللي قال أكبر من أن يبلع أصغر من أن يقسم؟ ما انا لا، انا برايي انه لبنان مش عارف شو لقاله. يمكن بدك شو يمكن بيقولوا اللي بدك، يمكن يمكن ماني متاكد انه لقاله عن جد. طيب لقاله للعماد عون. اوكي بس انا عم بقول لك انه هذا الشعار شو بيصير فيه لبنان؟ بس انك عم تنسبه انه الفيدرالية هي الحل. انا برايي انه هذا الشعار يمكن للبنان ان يبلع ويمكن للبنان ان يقسم.
طيب امتين انا والشباب يلي بيحتجوا علي بحكي على الفيدرالية، امتين انا الي حق؟ شو بده يصير بعد تيصير انا الي حق قول امان ما بقى بدي بقى بجرب انا ما بقى قادر اتحمل؟ امتين شو بدنا ننطر؟ انتو عندكن مشروع لحكم لبنان كلنا مع بعضنا ما زبط، قلنا 100 سنة عم نجرب، اكتر من هيك ما رح فينا نجرب اكتر، خلص هلا في ناس بدها تعمل حرب، في ناس بدها تعمل سلام، في ما بقى موجود، ما بقى مقبول هيدا الشيء. لازم يكون في حق إدارة هالاختلاف يلي هو بوجود كل واحد يقعد بمنطقته. طيب بمثل رأي شريحة كبيرة 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 من التيار الوطني الحر، أنا عم بحكي باسمها هلا، بحكي باسمها. كيف بحكي باسمها؟ مش رسميا، أنا بنقل هواجس الناس يلي بسمعهم بالشارع. وهيدي التيار الوطني الحر أنا برأيي مش عامل أحصابي، أكتريته مع الفيدرالية والقوات اللبنانية والكتائب والمردة. يمكن للبنان أن يبلع ويمكن للبنان أن يقسم، حتى أقوال ميشيل عون غيرها ناجي حايك لتصبط مع مخه المقسم، وكل واحد يقعد بمنطقته. هيدا اللي عم بتشوفه بين رندا لو ناجي منه اختلاف بالرأي ضمن الفريق الواحد، هيدي العونية بأبهى حللة، التناقض ثم التناقض ثم التناقض. وعلى فكرة من كم يوم كانت الذكرى 5 لانتخاب بي الكل قائد الجيش السابق، رئيس الوزراء السابق، الوزير السابق، النائب السابق، رئيس الجمهورية الحالي، فخامة الرئيس العماد الجنرال ميشيل عون. مين عاد عليك؟ بعد في سنة. دبوع فرح، دبوع حزن تقصر، وبعد في سنة. إن شاء الله السنة اللي بقيت بتكون حلوة ومنيحة على البلد، والشعب اللبناني العظيم ينبسط فيها قد 5 سنين اللي مرقوا. بس شو بدي أعمل؟ عن جد شي بيزعل، كل شي حلو بيخلص بالآخر. بس اللي أكيد إنه اللي قدرت تعمله وتنجزه خلال ولايتك أسس لشي 20 سنة لقدام، أنت أسست لعشرين سنة لقدام، لأنه جورة الخرى اللي وقعنا فيها اليوم بدنا 20 سنة لنطلع منها، يعني بالميتة 20 سنة. بس انتبه بعد في سنة، وأنا مثلك صار لي سنة بقول ما ممكن يسوء الوضع أكتر من هيك، إنه ما في أسوأ من هيك، وكل مرة بيطلع فيه أسوأ. أنا بطلب من فخامتك إنه ما تيأس، كل شيء عملته خلال 5 سنين قد ايه كان سيء، انا بقول بهيدي السنه الباقيه بعد فيك تعمل اسوء. وحيت كلنا امل وايدنا بايدك نرجع لبنان مش 20 سنه، 100 سنه لورا، بنرجع لبنان 100 سنه لورا، 1000 سنه لورا، ومنبيع جمهورك على اساس انه هيدا انتصار، انه رجعناهم لايام الفينيقيين. كيف نيحة انا وياك انتوا كل شيء قادرين تبيعوه كانه انتصار، وبتقولوا انه انا اصلا رجعته 1000 سنة لانه بدي افرط المنظومة الفاسدة، وبكره احسن من اليوم. مزبوط بكره احسن من اليوم، لانه احنا فلين على فرنسا وكندا واستراليا او الخليج اذا بعد بيستقبلنا، فاكيد بكره احسن. شو ترجعنا 5000 سنة وبتقطفها بكسر وين انه رجعتنا لايام الكنعانيين بوبالكل؟ شو بدك ترجعنا مثلا عبالك ترجعنا 2021 سنة لايام يسوع المسيح؟ شو عبالك؟ وتروح تقول له مباشره بوجهه انه انا عم بحكي باسمك، شو بتحس بيعمل؟ وبتدر له الايسر. anyway نحن بدنا نقول لك سنه حلوه يا جميل لك ولا جريصاتي، عندك سنه وحده بعد، عندك سنه وحده يا جريصاتي بعد لتلاقي مخرج كيف بدك تجرب مره جديده، يبقى العماد بقصر بعبده، وان شاء الله ما يضطر الشعب اللبناني يدفع حق تعميره للقصر مره ثانيه من وراك. هلأ بلا مزح، هلأ عن جد بلا مزح، مين بيعرف يمكن آخر سنة عن جد تشيل الزير من البير، يمكن نحن مستعجلين. أنتو ليه مستعجلين؟ أعطوه شوية وقت بعد، عنا 2.5 نقدر يمكن من خلال 2.5 شو بتعملوا بعد؟ هني بيعتبروا أنه العهد فشل وخلص، يعني مش أنه ناطرين هلأ أنه يفشلوا، ما بيعتبروا أنه خلص العهد فشل. يعني استاذ جورج، بعد في سنة وشهرين من هذا العهد، إذا قربت موعد الانتخابات بكون عم تعيك عمل الحكومة وإنجازات، ممكن الرئيس الجمهوري يمكن على آخر النهار بس يقدم إنجاز. طيب ما حق الجماعة، في وقت بعد، عندهم سنة الشغل نظيف بده وقت، يمكن آخر النهار هو وفالل هو عم بيضب الشنة بتعمل إنجاز، مين بيعرف؟ يمكن بآخر ثانية هو عم بيضبش باب القصر يحل قصة التدقيق الجنائي والأموال المنهوبة، مين بيعرف؟ ليش مستعجلين؟ ليه عم تستعجلوا؟ طب شو بعدين شو كان معه 6 سنين؟ أنجا بكفه، شو إني 6 سنين؟ أنجا الواحد يلحق يعمل تسويات وتفرط ومحاصصات وتفرط، أنجا شو 6 سنين؟ شو إني 6 سنين؟ بعدين يمكن نحن عم نظلموا لبي الكل، يمكن هني كفريق سياسي عم يتحاربوا، وحروب صراحة يعني حروب هذه منا حروب عادية مثل ما أنتم مفكرين.
وسائل يعني السوفت باور او القوه الناعمه اللي عم تستعمل هي اساليب جديده بالحروب الجديده بالتكنولوجيا الجديده بدل الحسكر والقتل والضرب. ولبنان بدنا يكون عندنا هيدا الوعي انه مثل ما حاربونا بالدبابات والطيران والمدافع كلهم يعني كلهم سنه التسعين، اليوم هالوسائل الجديدة عم تستعمل بوجه هيدا الشخص وهيدا الطيار بكل صراحة وبكل مصداقية لاستهداف سياسي واضح. المحيط فينا حتى اللي بقلبنا تأثروا بهيدي الحملات، لأنه كانت حملات انتو اليوم باللغة الإعلامية شو بتسموها هيدي نوع الحرب، الحرب الجيل الرابع يعني. وكمان حتى بوضحها وأنا بحكي على الإعلام، منعرف اللي باقيين واللي بيتسمعوا واللي بيكتبوا، منعرفهم جوا وبرا وبالمؤسسات كله مكشوف، تركينهم خلوني نقلوا لهم اخبار ولو في خيانه داخليه. انا على الاو تي في عم بحكي إيه؟ خلوني نقلوا لهم، عم بقول لهم كله متابع، نحن بالعصر الفيفث جينيريشن. يا لطيف شو هي حرب الجيل الرابع والفيفث جينيريشن والحرب الناعمه؟ انها الحرب الكونيه على العونيه، جميع الاساليب المتطوره عم تستعمل بس لتحاربون لهم، كل اللي ضدهم رح عملوا دورات بالماتريكس خصوصي ليحاربون، لأنه هني كخصم كتير قوية من أن نعمل عليهم حروب سياسية عادية، كلها حروب جيل رابع وجيل خامس وجيل تاسع و13 تشرينات. يعني تنحكي عن 13 تشرين وغير 13 تشرين، ما يعني هذا التاريخ لنا كتيار وطني حر بوقتها وهلأ، لأنه نحن هلأ مستمرين ب يعني حصول معنا 13 تشرينات. وهذه السياسات الريعية كانت 13 تشرين للبنان، سياسة الفوائد كانت 13 تشرين للبنان. اليوم من بعد ما اجى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على الرئاسة، شو قالوا له؟ ماذا اي كلمة اختصرت انه هيدا 13 تشرين انه مش رح نخليه يحكم؟ هيدا ايضا 13 تشرين. لما رجعوا قلت لك عملوا الانهيار الاقتصادي والمالي بعهده، هيدا 13 تشرين، واخر 13 تشرين كان 17 تشرين. مثل ما سمعتوا السياسة الريعية هي 13 تشرين، سياسة الفوائد هي 13 تشرين، الانهيار هو 13 تشرين، لك حتى 17 تشرين طلع 13 تشرين. أحلى شيء لما الواحد يفكر إنه كل شيء عم بيصير على كوكب الأرض هو استهداف لشخصه الكريم. على فكرة جارتنا وجوزها طلقوا، بعتقد هيدا كمان 13 تشرين موجه ضد التيار الوطني الحر. ابن الجيران صاد بالمدرسة 13 تشرين واضح وصريح موجه ضد التيار الوطني الحر. حب وحياتك وحياتك يا طيار بوجود قياديينك، ما في ضرورة ل 13 تشرين ولا لحروب جيل رابع، هن بيأدوا بدمروا نفسهم بنفسهم. ليك ما الله منطق، هيدي الانتخابات نتيجتها هي ستقرر توزيع الخسائر في لبنان، مين بده يتحمل قديش من الخسارة تبع الدولة اللبنانية. هل انتو مصرياتكم بالبنك بيرجع لكم منها 5% أو بيرجع لكم منها 50% أو بيرجعوا 100% أو ما بيرجع شيء منهم؟ وديع عن جد هيدي الانتخابات فرصة لنعيد أموال الناس. طب كيف؟ بس خلينا اليوم أنتوا عندكم أكبر تكتل نيابي، بس فسر لي، عندكم أكبر تكتل نيابي وأنتوا اليوم مع أكبر تكتل نيابي بتشكوا إنه ما فيكم تعملوا شيء ومش مسؤولين عن شيء وما خلوكم لأنه ما عندكم الأكثرية المطلقة. طيب عاد أنا رح كون كتير متفائل، أكتر واحد متفائل بيناتكم، ورح أقول إنه رح تجيبوا نفس عدد النواب. طب ما عندك إياهم اليوم، تفضل جيب لي مصرياتي، غير انه انت اصلا ما بتحلم تجيب نفس عدد النواب. فبالمبدا انت عم تخبرني انه بعدد نواب اقل انت قادر تعمل انجازات اكثر؟ وين المنطق؟ هيدي الانتخابات بتقرر مصريات الناس؟ طب ما عبنا بتدي الجنائي بيقرر مصريات الناس، عبنا مكتف بيقرر مصريات غاده هون حولات لبرا، شو صارت ليه الانتخابات؟ ما فهمت. هلا من ميلي بتفاجئ ومن ميلي بفهمك انه شو بعدكم توعدوا الناس اصلا؟ شو بدكم تقولوا هاي الانتخابات جيبونا لنجيب لكم كهرباء؟ هيدي اوريدي دان، استعملتوها وما زبطت. انتخبونا لنجيب ميشيل عون رئيس، يا لطيف عملتوها وما زبطت. انتخبونا لنجيب وزراء ونواب، عندكم 10 وزراء وشي 30 نائب، ما زبطت. ما بش انتم، ما انتم ما تركتوا شيء ما وعدتوا فيه الناس وبس ما خلوكم. هاي الانتخابات فرصه لنقبعكم مش لنخليكم اصلا. شو المهم طلع طريق أموال المودعين بمر بالانتخابات، بس مش هيدا رئيس سليم عون.
هاي الأموال اللبنانية الموجودة بالبيوت عدا الأموال الخارجية عند أول استعادة للثقة وانطلاق العجلة الاقتصادية لحالة بتقيم البلد بتحطنا على سكة الإنقاذ. واحد بيقول إنه الانتخابات بترد لك مصرياتك والتاني بده يسحب لك مصرياتك من زلعومك اللي مخبيهم بالبيت ليسكر فيهم عجز الدولة. يمكن التيار والرئيس ما قدروا يعملوا إنجازات كبيرة بس قدروا ينفذوا إنجاز ولا أكبر من هيك، إنجاز غابة الرئيس. بعد مرور حوالي سنة على افتتاح غابة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بجرد العقورة جينا اليوم لجنة حقيقة الجنرال وبعض الرفاق من الحرس القديم لنوقف على تطورات هالغابة وننهي المرحلة الأولى المقررة كانت منذ فترة يلي هي تتضمن زراعة شجر أرز إضافي على الشجرات الموجودين وإنهاء عملية الري بتركيز خزان ساعة 10,000 لتر مع نظام نقطة على كل شجرة تتبقى هالغابة مستمرة وصامدة لأجيال وأجيال. صمود فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بمواجهته للمصاعب والأزمات اللي عم تواجه لبنان. غابة الرئيس، غابة شمس الحق، شو غابة الرئيس؟ هي بتمثل إنجازاته؟ هلأ هي مثل ما مبينة بالصورة هي فعلا بتمثل إنجازاته لأنها مبينة صحراء مش غابة. هلأ عم تخبروني إنه هيك بتكون غابة المخلونة؟ شو بعدين قدي غريب إنه في لجنة حديقة الجنرال، قدي أنتوا فاضين عبالكم لتعملوا لجنة حديقة الجنرال؟ يعني في هيكلية ومنظومة كاملة قايمة مشان تسقي هاي الشجرة؟ عن جد نيال قلبكم مناصرين الأحزاب بظل الانهيار المالي والاقتصادي وانقطاع الرئيس همكم شجرة الرئيس؟ شو شجرة؟ باي يا خيي باي.